كما يشاهد الجميع هناك بناء بالقصدير، ولكن الخلف ديالو كاين بناء بالياجور، وهذا هو يعني تضليل وإخفاء البناء العشوائي. عشرين عام هادي نديروها في القريب كاع بلا 40 عام. قلت لك البدايه من نفسي نديروها. هاد الناس هادو انا شحال من عام هادي وانا هنا، هادي تشديت عليها جوج مرات وشادها السوتوت ديال با تاع عمتو، واش دازوا عليها خمسه القياد ولا سته هما ثمانيه القياد وفوق 12 مقدم. واش اليوم عند بنت الكنق فين ما جيتي هنايا غدير مرمضه ديرها بينا حنا؟ وانت كتعرفني وانا دايز عندك فوق خمسه المرات، دايز عندك على البلاد، دايز عندك على الماء. ما عنديش اليوم لهذا، انا ود البلاد وبلادي خمسه جدود وما عنديش الماء، انا ود البلاد. عمري 63 سنه انا في عرضي 60 كبرتينا. انا هذه تمرمت فيها في قرصون زرق ديال المطرقه. كيقول واحد البلاد هذه عندك الوريقات ديالها؟ يا ويلي خمسه التترات كاين انا ضايع، انا بلادي دابا موخداش. لا علاش ما كنمشيوش زعما تطلبوا الرخصه وتبنيو وتصاوبوا داكشي بالقانون؟ شكون غيطلب الرخصه؟ كانوا فيها خمسه الناس، اليوم ولات فيها المناير، ولاد عمتي 8، ولاد عمتي 11، ولاد عمتي 4، ولاد عمتي 6، الوراثه شي في المدينه، شي في العروبيه، شي في... اليوم شنو؟ اليوم تخلطات، ديك البليده اللي كان فيها انسان واحد نديروها 2400 متر اللي عاطينا، ولكن لو وريت لسيادي الاوراق 65 قطار ديال جدي فينا هي كيتملكوا فيها العباد هنا قدامي. قول لي يا عمي العملية ديال الهدم واش شملات الدوار كامل ولا اش وحدين؟ قالوا هما هاد الناس هادو ركبوا هاد الشيء اللي تزاد جديد، على ما كيقول هاد المقدم وعلى ما كيقولوا هاد الناس سعادة القايد الخليفة لابري، راه انتوما شفتوا كل شيء بعينيكم. جديد يعني من كورونا اللي هنا ولا؟ واش عندهم رخصة ولا ما عندهم؟ يا ما كاين لا رخصة لا والو، هذا عشوائي. إذا كل شخص هاد الشيء اللي كتشوفه سيدي هنا كامل ما كاينش رخصة، واخا تكون على سبعة طبقات واخا يكون موبيل. شفارة ديال الأوراق. ما عندنا غرض، هذاك الشيء شافوه ومازال يشوفوه إن شاء الله الرحمن الرحيم. اللي بغيت نعرف أنا دابا قلت لك هاد الناس من الكورونا ولا هنا غبروا. شي حاجه قديمه ما ضربوا ميزانيه ديال الفلوس، ضربوا من هذا، ضربوا من هذا، كانوا هذا شتموا هذا غبروا. ابشاو اشنو السبب؟ المرض. كاينه كورونا، كاينه هذه، كلشي غبر، لا خدمه لا ردمه، الناس داخله ما خارجاش. ولكن هما اشنو داروا؟ داو العمله، خادوا الفلوس. اليوم اش داروا؟ كيفاش عمي خداو الفلوس؟ لحد الراجل المواطن غادي يجي غادي يدير ديك الدار؟ مستحيل ابن عمي. كاين مقدم، كاين شيخ، كاين مخازنية، كاين اليوم ولا كل شيء لعبة. هاد القيادة ولا هاد الجماعة كتبيع في رزقنا. ميزي يخرجوا كواري. لا هاد الناس اللي عاطي الرخص، واش عاطينا بلاد ديال داك السيد اللي عطاو الرخصة؟ راه بلاد إنسان خر. راه بلاد درويش خر. مقلوع عليه وعاطينهم وبعيد الرئيس، بعيد الجماعة، بعيد الكذا، بعيد قلبوا من الجماعة وبداو هاد الرخص اللي معطيين لهاد الناس اللي يديروا في الستالاسيونات ويديروا في الشركات ويديروا ديال من ديك العرض. دابا الهدم ما شفناش الجميع. لمن هي ديك العرض؟ الهدم اللي لا 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 ابن عمي غير البعض والبعض لا. البعض والله إلا كاينين باقا دابا. هما باينين جداد. وكاين اللي ما عندو جوج سيمانات كاذب عليك تنزل عليه النعلة وفي جنابي وحدايا، ولكن مستحيل نكربص دريويش، مستحيل نكون برقق. الا درت غدا وغدا المواطنين المجتمع ما كيرحمش، اش غيقولوا لي انا؟ برقاك. ولكن هادشي كاين، الا ما تصابش كاين الحبس ديالي ما يكونش في هاد الارض السعيده كاع. والله خالي الا كاين الظلم، والله تا كاين الظلم، تيق بيا تا كاين الظلم، تيق بيا تا كاين الظلم. حسيتي بالحقره بالظلم؟ والحقره انا فيها 40 عام، والحقره انا عايش فيها، الحقره انا مت فيها، الحقره انا تشللت فيها،
شحال عندك ديال الوليدات؟ عندي 5 ديال الولاد. كلهم ساكنين معاك؟ زوجت الرجال، كلشي فرغ، كلشي تزوج، ما نكذبش عليهم. والخدمة؟ التالية بهم الخدمة، لا خدمة لا رد، ما عايش بهم. عندي وليد كيعيش معاهم في الجماعة، الكاميوت الزبل حاشا وجهك، حاشا البقاء الملكة. عندي بنية كتخدم عليا، عندها 26 عام، هي تالية مصرانة ديالي. عندي وحدة والدة 4، عندي واحد وهو معايا والد 3، عندي واحد هنا بعين تكي والد 3. البنية اللي عندي كدير 26 سنة، هي اللي خدامة عليا، وهذا الولد اللي كيخدم معاهم هما بالجماعة بالكميات الزبل، حتى هو عايش معاهم مع وليداته، هو اللي بارك معايا في الدار ديالي. ولا هذا الشيء اللي كتشوفوا، والله من عمي تالظلم. لا اله الا الله. والله تالظلم. الله يشوفك. والله تالظلم. والله تالظلم. يا رب. الله يشوف يا رب. يا رب نطلبوا الله. نطلبوا الرب. يريبوا العباد الله في رمضان وفي الله. شوف هذا الشيء. السلام عليكم. الله يعطي الخير. بارك الله فيك.